فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من الجزائر يقول: مع غلاء تكلفة الحج، نعم، يقول مع غلاء تكلفة الحج والتي تقدر بحوالي أجر عامل لمدة سنة ونصف. هذا ايش تقول؟ هذا سائل من الجزائر يقول: مع غلاء تكاليف، نعم، غلاء تكاليف الحج، اي، والتي تقدر بحوالي أجر عامل لمدة سنة ونصف، يقول: نعم، هل الأفضل إذا كان عندي المبلغ أن أسرع بأداء الفريضة أم أنتظر حتى أجمع مبلغا يكفيني لأحج أنا وأمي وزوجتي؟ لا، حج عن نفسك أولا، ثم إذا جمعت مبلغا آخر حجج من شئت من أقاربك، وتبدأ بالوالدين أو أحدهما شيئا فشيئا. نعم.